هذه المحافظة اليوم متميزة بكل شيء، متميزة بطيبة أهلها وناسها، بكرمهم، بأصالتهم، مع احترامي لكل العراقيين، الكل طيبين. ولكن اليوم أنا زارني فريق من قناة الام بي سي، وجوني تقريبا 20 شخص عاملين في هذه القناة المهمة جدا اللي هي ام بي سي عراق، كان عندهم تصوير إعلامي في محافظة الأنبار. فالطرفة دي يسولف لي، قال لي سيادة القائد، وأعتقد هم ما يعرفون أنا بي من الأنبار أعتقد يعني، فيقول لي سيادة القائد أريد أحكي لك على فسالفة. فجينا فتنا بالمطعم وإحنا ما نعرف أحد، بمطعم بالفلوجة الصبح ده نتريق، قال فقال إحنا فتنا 30 شخص بالمطعم، يقول فكملنا الريوق، وإذا نشوف فد عركة يعني يجي فد يعني جدال صار قوي يم صاحب المطعم يم وين يدفعون الفلوس. فأبو المطعم يقول لذولا الجماعة جايين عندنا ضيوف بالأنبار، هذولا واجبهم يعني علينا ما حد يدفع. وواحد من أبناء الأنبار قاعد شايف الممثلين عارفهم قايم عليه وقال له أنا اللي أدفع، وبيناتهم صايرة فد يعني جدال. واليوم هم يعني باعون يقولوا لي سيادة القائد إحنا ما شفنا هيك كرم، ناس ما نعرفهم ما يعرفونه بالمطعم، انقلبت الدنيا. فهذا ورجعوا يعني استرسلوا بالكلام، يقول في أي مضيف نفوت في أي بيت الناس تتلقانا، الناس تضيفنا. فدائما الكريم يكون شجاع، دائما الشجاع يعني حريص على بلده، حريص على محافظته، وانتم كلكم بكم الخير والبركة ان شاء الله.